هل المال والمرأة شرور؟ لا طبعا. أولا المرأة كائن خلقها الله كالرجل تماما له نفس القيمة ونفس المساواة ونفس التعبير ونفس المصير، وعلى تعبير الكتاب المقدس معين نظير، ده التعبير الكتابي. نعم. خلق حواء معين نظير. نعم. وحكاية ابن آدم قبل حواء دي عملية ترتيب الخلق بس فقط، لكن ما فيهاش أفضلية ولا صحيح. أولية. صحيح. ده بالنسبة للمرأة. والمرأة كأم وكأخت كزوجة وكابنة، سواء المرأة متزوجة أو متبتلة أو مترملة، كل هذه في عداد الساعين للملكوت. المال عطية من الله، إن أحسن الإنسان استخدامها، أي إنسان لها بركتها، إن أساء استخدامها لها شرورها.